طبعا كأس عالم وراجع بعد طبعا إنجاز كبير هو عمله، فطبعا عايز يكرر هذا الإنجاز مع النادي الأهلي. فعندنا بعض الأخبار عن كرة اليد هنشوفها مع حضراتكم وهنطلع تقرير ليه، بس خليني أقول الأول، أقول لحضراتكم الأخبار. الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن طارق محروس بيستعدوا بكل قوة استعدادا لعودة دوري المحترفين واللي هيكون بداية شهر أكتوبر اللي جاي بإذن الله. الفرقة مكتملة الصفوف والحمد لله ما عندناش إصابات بعد رجوع إسلام حسن كابتن الفريق من جديد. طبعا حضراتكم عارفين إسلام كان تعرض لإصابة قوية في نهاية الموسم اللي فات في الكتف، طبعا اضطر على أثرها إنه يعمل عملية كبيرة، والكتف من المفاصل المهمة في الجسم اللي بتحتاج ريكفر بعد فترة. إسلام جاهز وبدأ يشارك وإن شاء الله جاهز في المشاركات المحلية، وأكيد هيكون جاهز مع المنتخب كمان. الأهلي فاضل له ماتشين، خلينا أقول كرة اليد حاجة مهمة جدا. الأهلي عنده ماتشين في منتهى الأهمية. الناس بتقول الدوري اتحسم، لا الدوري ما اتحسمش. الدوري في المركز الأول طبعا نادي الزمالك، المركز الثاني نادي الأهلي، المركز الثالث نادي الجيش. الفرق ما بين كل الفرق نقطة واحدة أو مباراة واحدة، فطبعا الجيم في الملعب. النادي الأهلي يفوز في مباراة الزمالك ومباراة الجيش، نروح على مباراة فيصل أو ما نروحش على حسب نتائج الفرق الأخرى، ولكن الدوري ما زال في الملعب. طبعا الاهلي فاضل له ماتشين في الدوري مع طلائع الجيش والزمالك، وباذن الله نكسبهم ونلعب ماتش فاصل، بس المواعيد لسه ما اتحددتش. على المهم تعالوا نروح نشوف تقرير مع كابتن طارق محروس المدير الفني لكره اليد، وارجع لحضراتكم من جديد بعد ما نشوف هذا التقرير.